الخير من بلد الحضارات، أنا زينب سعدي مراد من ثانوية أم عمارة للبنات في الصف الثاني متوسط. أبلغ من العمر 13 عاماً، بدأت بالقراءة في عمر 10 سنوات. أحببت القراءة لأنها كانت عملية فكرية بالنسبة لي، وزادت من معرفتي بالعلوم والأدب والفن. شاركت في تحدي القراءة العربي وتأهلت على صعيد المحافظة. قرأت مختلف الروايات، مختلف الكتاب، ومن الكتاب أحببت الشعر أيضاً، فبدأت أحفظ للشعر كالجواهري والسياب. عادة من أقرأ كتاب أناقشه ويا أهلي ويا أمي، أما إذا أعجبني كتاب ناقشته مع زملائي بالمدرسة. يعني كتب دائما بيها حوارات لازم نناقشها بيها، وهمين بيها مختلف الآراء، فيستحق الموضوع نشوف رأي غيرنا بكتاب نفسه. وهم خليت أصدقائي يقرون كتب. وجود المكتب في بعض المدارس شيء أساسي، يجب أن تكون حصة أسبوعية لكي يأتي الأطفال ويقرؤون الكتب، فلا ضر من قراءة الكتب. بالنسبة لي أقتني كتبي أما من معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، اشتريت بعض الكتب، أما من المتنبي في عطل الأسبوع. أيضاً أحببت القصص الإنجليزية كالبؤساء، فقد قرأتها باللغة العربية والإنجليزية. إضافة إلى هذا لقد قرأت الكتب الإنجليزية بعد أن ترجمتها إلى العربية واستفدت من المعاني وعرفت معناها، فطورت لغتي الإنجليزية. من الكتب التي قرأتها أعظم 100 عالم في التاريخ، قد فادني هذا الكتاب في دراستي، بالأخص أن بعض العلماء قد وجدتهم وأضفت معلومات في دماغي عنهم، وكان من أوائل الكتب التي بدأتها في الكتب العلمية. طبعاً أدعم وجود مسابقات كمسابقة تحدي القراءة في المدارس، فإنها تساعد الطلبة على القراءة وزيادة معرفتهم بالكتب. أود توجيه كلمة شكر إلى أمي لأنها أول من ساهمت بقراءتي ودعمتني في جميع مسابقاتي ومشاركاتي، ووفرت لي الكتب لأقرأها. أود أن أصبح في المستقبل مدعية عام، لأنه يعجبني القانون وألهمتني عبارة القانون فوق الجميع.